السلام عليكم، أنا زميلكم أنس أبو وردة. اليوم حنشرح محاضرة 9 من الفارماكولوجي، لكن قبل ما نبلش في المحاضرة حاب أنبه على شغلة مهمة. في بعض المعلومات في المحاضرة ذاكرها الدكتور متناقضة ومختلفة عن اللي أخذناها في الفيسيو والمكتوبة في كتب الفارماكولوجي. لحديت يعني ما نبعث له إيميل أو نسأله على الميتينج نتأكد من صحة هاي المعلومات. إحنا ملزمين باللي موجود بالتفريغ قدامنا، فأنا محل ما في يعني تناقض أو اختلاف عن اللي احنا بنعرفه في المعلومات حوضح يعني هذا الاشي، لكن في الآخر احنا ملزمين يعني لحديت الآن باللي مكتوب بالتفريغ. ونبدأ بسم الله. طبعا هاي المحاضرة بتحكي عن الكارديوفاسكولار سيستم، بتحكي عن الفارماكولوجي تعيته، بتحكي عن المصطلحات تعيته والمفاهيم المتعلقة فيه، معظمها بيعتمد على الفهم أكثر من الحفظ. نبلش بداية ومراجع موضوع الكارديوفاسكولار سيستم، انه كارديو تعود على الهارت، فاسكولار تعود على البلاد فيسل زي ما بنعرف، مسؤول عن نقل نوتريانتس وتخلص من ويست برودكتس. من اسماء الاخرى برضو انه سيركولاتوري سيستم. هاي امور كلها عارفينها. هون بحكي عن الهوميستاسيس والبالانس. هسه الهوميستاسيس زي ما بنعرف مجموع العمليات اللي بقوم فيها الجسم عشان يحافظ على الانترنال انفايرمنت تاعيته، لكن البالانس بقول انه لازم الاطراف كلها تكون متساويه، زي تقريبا مبدا الاكوليبريم. والفرق هون انه مش كل هوميستاسيس يساوي بالانس، ف each balance is considered as a form of homeostasis. أي balance بصير في الوضع الطبيعي في الجسم، زي مثلا لما يكون عندنا organs صار لهم innervation by the parasympathetic والsympathetic مع بعض، هذا نعتبره balance لأنه في الآخر واصل له sympathetic وواصل له parasympathetic، هذا نعتبره balance وبرضه جزء من الهوميستاسيس. لكن في اورجان زي ما اخذنا انه بس بتكون انرفيتد باي وان سايد، يعني بس من السمباثيتك او من البارا، وهذا الحكي راح نرجع نذكره بعدين عشان ذكرت هذا المثال. ف on the other hand not all mechanisms of homeostasis are considered as a form of balance. مش شرط انه كل شيء في الهوميستاسيس يكون متساوي. طيب برضه هنا برجع يحكي عن انه مكونات الكارديوفاسكولار سيستم، اللي هو الهارت زي ما بنعرف اللي بضخ الدم، بلاد فيسلز بتوصل الدم، بلاد الوسط اللي بنتقل فيه الدم. بالنسبه للبلاد فيسلز برضه انه برافقها الليمفاتيك سيستم، زي ما بنعرف انه بسحب الاكسس فلويد من التيشوز وبرجعها على السيركيولاتوري سيستم. هنا بدنا نحكي عن بدي احكي عن some general concepts بداية قبل ال regulation of the heart، لأنه بنحتاج نفهمه عشان نفهم regulation. ال heart rate وال contractility of the heart هذول المفهومين كثير مهمين ومرتبطين ببعض. ليش؟ لأنهم الاثنين بيأثروا على ال cardiac output. ف مثلا لما يزيد عندنا ال heart rate، وال heart rate زي ما بنعرف انه هو عدد مرات أو the times number of times the heart muscle contracts per minute، والcontractility of the heart اللي هو قوة انقباض عضلة القلب، how strong the contraction of the heart muscle is. هذول الاثنين كيف بيأثروا على الكاردياك اوتبوت. لو زدنا او هو اصلا تعريف الكاردياك اوتبوت شو؟ كمية الدم اللي بيقدر القلب يضخها في زمن معين. فإذا زاد الهارت ريت اكيد حيسوي لنا زياده في الكاردياك اوتبوت، واذا زاد عندنا الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت اكيد برضه راح يزيد عندنا الكاردياك اوتبوت. طيب في هنا ذاكر موضوع انه some patients suffer from a weak heart muscle، راح يكون بالتالي عندهم decrease in the cardiac output، لانه زي ما حكينا علاقه طرديه بينه وبين الكارديك اوتبوت. طيب وهنا مصطلح ثالث برضو مهم راح نرجع نحكي عنه كثير لقدام، اللي هو البلاد فوليوم. البلاد فوليوم للجسم لازم يعني يكون عند حد معين،
إذا قال عن هذا الحد لدرجة إنه ما بتكفي متطلبات الجسم من الأكسجين والنوتريينتس، راح يصيبنا زي ما بنعرف هايبوفولميك شوك، إنه كمية الدم كثير قليلة ما بتكفي لحاجات الجسم. فمن شروط البلد فوليوم إنه يكون enough in order for the heart to pump it. وحاكي برضو مثال إنه الهايبوفولميك patients بكون عندهم البلد غير كافي انه يلبي احتياجات البودي. طيب هسا بنحكي، بدنا نيجي نحكي عن regulation of the heart. هو ايش قصده regulation of، يعني تنظيم اي جزء من الهارت بالضبط؟ هو بنحكي بالاساس عن regulation of the cardiac output. فبهمنا هون الهارت ريت، بهمنا الكونتراكتيليتي of the heart، وهالأجزاء اللي هسا رح نحكي عنها هون بالصفحة اللي بعديها كلها بتأثر على هذا الموضوع. طيب الأجزاء اللي محطوطة هون اللي هم الاس اي نود والاي في نود، هدول يعتبروا internal regulatory part، لأنه بعدين رح ناخذ موضوع الاكسترنال، بس مبدئيا حطوا أو يعني اكتبوا إنه هدول بخصوا الانترنال بالأخص. الاس اي نود او البيس ميكر زي ما بنعرفها هي المسؤول عن تنظيم نبضات القلب، بتبلش السيجنال من عندها وبتؤدي لكونتراكشن اوف ذا هارت ماسل بالاخص الاتريا. بعديها بتوصل السيجنال للاي في نود، والاي في نود بتقوم بوظيفتين. اول شيء الديلي، فبتاخر السيجنال هاي عشان الاتريا يتمكن من انه يفرغ كل محتوياته من الدم للفنتركلز، وبعديها بعمل ايش ريلي او بناوب هاي الاشاره لباقي عضلات الجسم، باقي عضلات القلب اللي هم الفنتركلز، عشان يصير لهم كونتراكشن عن طريق الالكتريكال كوندكشن سيستم. والالكتريكال كوندكشن سيستم اللي هو اخذناه برضو البيركنجي او بيركنيا فايبرز، الجاب جانكشنز، كلها برضو راح نرجع نذكرها لقدام. فمهمة الـ AV node delay and relay، والـ SA node اللي هي الـ pacemaker وبتسوي انقباض للآتريا. طيب أنا ليش هون حكيت لكم عن الـ internal regulatory parts of the heart؟ لأنه هنا راح نحكي عن regulation بشكل مفصل. بس قبل ما نحكي عن regulation، نحكي عن الخصائص اللي بيحتاجها القلب عشان يشتغل بشكل طبيعي، اللي هي واضحة يعني قدرته على الكونتراكشن. من دون الكونتراكشن ومن دون الهارت ماسل بقدرش يضخ القلب الدم. وبرضو موضوع الريجولاتوري سيستمز اللي هسه راح نحكي عنه. طيب الريجولاتوري سيستمز منقسموا لنوعين زي ما حكينا، internal regulatory systems اللي حكينا عنهم هنا، و external regulatory systems. طيب فبكونوا زي ما احنا حكينا اللي هم نفسهم electrical conducting system، ال SA node ال pacemaker وال AV node وظيفته ال delay relay زي ما حكينا، بالإضافة لكل nerve fibers وال gap junctions اللي هنا حكينا موضوعهم بال electrical conduction system، اللي هم بوصلوا السيجنال من ال AV node لل ventricles عشان يصير لهم complete contraction. طيب هسا بالنسبة للي بيميز الـ internal regulation system، أول إشي من اسمه internal فهو موجود يعني من القلب، إنه فيه موجود في الأناتومي تاع القلب، مش زي الـ external regulation system عوامل خارجية بتأثر على القلب. طيب وثانيا موضوع إنه فقط بتدخل في الـ heart rate، فهو بيقدر أثر على الموضوع الـ cardiac output بس من ناحية فقط الـ heart rate. طيب من وظائفه أيضا السينكرونايزيشن، إنه بيساعد إنه الأتريمز ينقبضوا مع بعض والفنتركلز برضو ينقبضوا مع بعض، وبالتالي بكون عندك في ريذم للهارت ريت، يعني بكون منظم. وفي هنا معلومة مثلا حاطينها إنه from the apex the contraction travels up and through the rest of the heart. هسا هاي يعني مش بالضبط هي اللي فعليا بصير. هون حاط صورة انا مثلا الهارت، لما زي ما قلنا الاس اي نود والاي في نود موجودين في الرايت اتريوم، وبتنتقل اشارة من عندهم لعند الابيكس، ومن الابيكس بتنتقل لباقي
ال walls of ventricles. فهو فعليا بتصير حركة انه من الابيكس بنتقل الكونتراكشن للأعلى، بس بعد لما يصير كونتراكشن للاتريومز وينتقل للابيكس، ومن الابيكس ينتقل لباقي الفنتركل وولز. فهي يعني نصف صحيحة المعلومة ممكن نحكي، ما بعرف يعني. برضو جاء بدنا نحكي عن موضوع الانتركاليتد ديسكس. هسا بما انه بنحكي عن الكونتراكشن يعني، وهذا الاشي ما اله دخل وما نتلخبط فيه بينه وبين موضوع الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت. احنا حكينا انه الكاردياك اوتبوت بيعتمد على الكونتراكتيليتي والهارت ريت، وحكينا بس الانترنال بس شغله على الهارت ريت، وفعلا لساته هون شغله على الهارت ريت. وبس موضوع انتقال الكونتراكت او انتقال انقباض العضله بين القلب بشكل متساوي بيعتمد على الانتركاليتد ديسكس. الانتركاليتد ديسكس بيشملوا الجاب جنكشنز وبيشملوا الديسموزومز. هون بس بدنا نخصص ونحكي عن الديسموزومز، وكاتبين وظيفتها ان كونكت ذا كاردياك سيلز اند الاوز ذا كونتراكشن تو ترافل. وظيفتها ربط الفايبرز والسيلز تعون القلب مع بعض، بحيث انه لما ينقبض ينقبض تنقبض العضلات كلها مع بعض. فهاي يعني ممكن نحكيها من موضوع انه الكونتراكشن يصير كلياته موحد في القلب. طيب، وبما انه كمان الاس اي نود والاي في نود عبارة عن نيرفز يعني في الاخر، فبتتبعوا اكيد موضوع زي ما حكى الدكتور رول اوف اول اور ناثينج، اللي هي لما النيرف يوصل للثريشهولد بعطي اكشن بوتنشال، لو ما وصل للثريشولد ما بعطي اكشن بوتنشال وما بتنتقل السيجنال لباقي اجزاء القلب. ونفس الشيء بصير في الاس اي نود والاي في نود. طيب، وزي ما حكينا انه الاس اي نود او يعني الانترنال ريجوليشن سيستم ما بتحكم في الماجنيتيود اوف كونتراكتيليتي، ما بتحكم في الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت، فقط بتحكم في الهارت ريت. الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت لعد مين اللي بتحكم فيها؟ بتحكم فيها الاكسترنال ريجوليترز. طيب، خلينا نحكي معناته عن الاكسترنال ريجوليشن سيستم. بما انه اكسترنال زي ما قلنا فهو عوامل خارجيه مش موجوده من ضمن الاناتومي تاع القلب زي الاس اي نود والاي في نود والالكتريك كوندكشن سيستم. فبالتالي هم بياثروا على الالكتريكال كوندكشن سيستم وبأثروا على الهارت مسل كونتراكتيليتي. بما انهم بأثروا على الالكتريكال كوندكتينج سيستم اللي حكيناه فوق، معناته في قدرته يأثر على الهارت ريت. وبما انه بأثر على الهارت كونتراكتيليتي مع الهارت ريت، فبقدر يأثر على الكاردياك اوتبوت. طيب، في ثلاث اجزاء للاكسترنال ريجوليشن سيستم مهمات كثير. اول جزء اللي هو البريفرال فاسكولار ريزيستنس PVR، واسمه الاخر اللي هو الافتر لود. الجزء الثاني البلاد فوليوم، والاسم الاخر له البريلود. والجزء الثالث اللي هو الاوتونوميك نيرف سيستم. هسه راح نحكي عنهم كلياتهم واحد واحد. اول اشي بنحكي عن بريلود. بريلود يعني اللود او زي ما ممكن نقول الحمل او الضغط اللي بواجهه القلب من الدم القادم إله عن طريق الفينز. فهون موضحينه مثلا انه the initial stretching of the cardiac myocytes، قديش بصير stretching لعضلات القلب بس يستقبل الدم القادم من الفينز. فمثلا اذا كان في دم كثير قادم للقلب راح يصير stretching كثير لعضلات القلب، واذا كان في دم قليل راح يصير stretching اقل. طبعا هذا ليش اسمه لود يعني مسمينه بري لود؟ بري لانه واضح يعني من الدم القادم، لكنه لود في الاخر لانه القلب بيحتاج يبذل قوه عليه عشان يقدر يفرغ هذا الدم ويوديه للارتريز. ف برضو كمان يعني حاكين بالنسبه له موضوع الفنتريكولار فيلينج، اللي هي نفسها يعني قديش الفنتريكلز راح يتعبوا، قديش راح تنضغط جدران الفنتريكلز من هذا الدم القادم. وهو نفسه حكينا نفسه البلاد فوليوم. طب ليش؟ لانه نفسه يعني اذا كان كميه الدم زي ما قلت القادمه كثير كبيره راح تخلي ستريتشنج لعضلات القلب اكثر،
وبالتالي بكون preload أكثر. طيب الافترلود هو الضغط اللي أو القوة اللي بتأثر فيها الدم الموجود في blood vessels في أطراف الجسم على قدرة القلب على الضخ. فلما يجي القلب مثلا بعد البريلود خلاص قدر يفرغ هذا الدم أو القلب قدر يفرغ محتوياته من الدم فقدر يتغلب على البريلود، بس هنا لازم ساعتها يتغلب كمان على الافترلود اللي هو الريزيستنس أو المقاومة اللي بتكون في أطراف الجسم، لأنه هاي أطراف الجسم بتكون فيها blood vessels وبتكون هاي blood vessels ضيقة، وبالتالي بيحتاج الدم القلب نفسه بيحتاج قوة عشان يقدر يخلي هذا القلب اللي الدم اللي قاعد بضخه يقدر يعدي ويوصل لأطراف الجسم. فصار عندنا قوتين لازم القلب يبذلها عشان يقدر يوصل الدم لأطراف الجسم اللي هم البريلود والأفترلود. الأفترلود فهي عبارة عن قوة بيحتاجها القلب عشان يضخ الدم خلال السيستول. السيستول هي نفس المرحلة اللي بتكون فيها عضلة القلب من قبله. طبعا بيعتمد الأفترلود على زي ما حكينا فوق على البريفرال فاسكولار ريزيستنس، هو الاسم الآخر للأفترلود يعني، which is influenced زي ما هون مكتوب by total peripheral resistance اللي هي نفسها بتضل ال PVR. طيب بس هنا كاتبين موضوع ايش، انه afterload is primarily determined by the mean arterial pressure in the aorta. هسا هذا الاشي يعني بدي اياكم تحفظوه حفظ، لانه ال mean arterial pressure ما بعتمد فقط او يعني ما بكون فقط جاي من الافتر لود، لكنه يعني جزء من موضوع الافتر لود، وراح يجي معانا المين ارتيريال بريشر. وجبنا موضوع الاورتا هنا لانه موضوع البار ريسبتورز اللي راح نحكي عنه لقدام، بس مبدئيا اللي لازم نركز عليه انه الافتر لود دائما ما دام جبنا سيرة افتر لود معناته جبنا سيرة البريفرال فاسكولار ريزيستنس. وبالنسبة لموضوع المين ارتيريال بريشر له اهمية في شيء اخر غير الافتر لود، فهون نركز على البريفرال فاسكولار ريزيستنس او البي في ار. طيب الافتر لود من مين بتاثر اكثر شيء؟ يعني احنا قلنا بيجي هو الضغط او الريزيستنس او المقاومه اللي بتكون في اطراف في الجسم من البلاد فيسلز، اي بلاد فيسلز في الاخص الفينز ولا الارتريز. اكيد الارتريز ليش؟ لانهم لهم ثيك وولز او ثيك ماسلز اكثر من الفينز اللي بتكون لهم ثينر لاير اوف سموث ماسل، وبالتالي بكون قطر القطر اللي بكون بيمشي فيه الدم في الارتريز بكون اصغر بكثير من الفينز. ومين برضو كمان الاهم من ضمن الارتريز اللي هو الارتريولز، ليش؟ بكون هو اضيق اشي وفيه كمان غير موضوع هذا موضوع السفنكترز اللي موجودة في الارتريولز. هدول السفنكترز بنظموا عملية انسياب الدم يعني عند الأطراف، لكنهم برضو بيعملوا ضغط على القلب عن طريق الافترلود، فهم أكثر إشي بنهتم فيه في موضوع الارتريز. والارتريز برضو زي ما قلنا الارتريز أكيد يعني هي أهم إشي بنهتم فيه بين البلود فيسلز. هسا بالنسبة لل يعني شو دخل اللي حكيناه هسه البريلود والافترلود على موضوع الكاردياك اوتبوت وموضوع الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت؟ هون بيجي بنحكي عنه انه البريفرال ريزيستنس البي في ار الافترلود اذا زاد بالتالي راح يضطر القلب انه يعمل الكونتراكتيليتي تاعته تكون اقوى عشان يقدر يتغلب على هذا الافترلود. فبالتالي بتكون علاقة طردية بين الافترلود وبين الهارت كونتراكتيليتي، وبالتالي ممكن نقول انه اذا الهارت ريت كان ثابت انه الكاردياك اوتبوت برضو بزيد عنا لما يزيد الافترلود، لانه الضغط القلب بحتاج يضخ بقوة اكبر عشان يقدر يضخ هذا الدم.
طب البريلود، إذا البريلود زاد بالتالي القلب راح يحتاج برضو لكونتراكتيليتي أكثر عشان يقدر يفرغ محتوياته من الدم، وهذا بنسميه ستارلينج لو، وبرضو راح نحكي عنه لبعدين، يعني كثير أجزاء من المحاضرة راح ترجع تتكرر بعدين. هاي مشكلتها يعني، بدها يعني بعد الدراسة مراجعة عشان تكون مفاهيم كلها مرتبطة مع بعضها. بس ما جبناش سيرة موضوع الأوتونوميك نيرفس سيستم. أوتونوميك نيرفس سيستم بما أنه نيرفس سيستم فبأثر على الـ SA نود والـ AV نود والـ Conducting System اللي هو الفايبرز اللي حكينا عنهم النير فايبرز، وبالتالي بما أنه بأثر على هدول اللي هم حكينا عنهم Internal Regulation System فبالتالي بأثر على الـ Heart Rate. بس برضو الـ Autonomic Nervous System بأثر على الـ Contractility كمان زيادة على الهارت ريت، اللي هو زي ما كنا متذكرين موضوع النيجاتيف والبوزيتيف انوتروبيك. فالبريلود والافتر لود بأثروا على الكونتراكتيليتي، الاوتونوميك نيرفس سيستم بأثر على الهارت ريت والكونتراكتيليتي. هسا هاي الفقرات الخيص اللي حكيناه فوق، انه الانترنال بيشتغل على الهارت ريت، سينكرونايزيشن اكسترنال على نفس الشيء الهارت ريت بس بالإضافة للمسل كونتراكتيليتي. طيب هسا وطبعا على السينكرونايزيشن برضو بأثر الاكسترنال، بما انه يعني بأثر على الاس اي نود والاي في نود والكوندكتنج سيستم فأكيد بأثر على السينكرونايزيشن الى جانب الهارت ريت. هون برضو بحكي عن كيف مراجعة لنفس اللي حكيناه، يعني انه الـ ANS بيشتغل على الـ internal regulators، وانه الـ ANS بتكون من sympathetic والparasympathetic، برضو كله كلام حكيناه وشرحناه. هسه هون بدنا نحكي عن، يعني هون الشغلات بتصير تريكي على اخر. نيجي موضوع الكرونوتروبي هسه. طبعا زي ما بنعرف الكرونوتروبي عبارة عن الـ heart rate في هذا الموضوع. الامور او الفاكتورز اللي بيزيدوا الهارت ريت بنعرف انه بنسميهم بوزيتيف كرونوتروبيك فاكتورز، واللي بيقل الهارت ريت نيجاتيف كرونوتروبيك فاكتورز. بس الدكتور هون حاكي انه ما في بالنورمال فيسيولوجي ما في نيجاتيف فاكتورز او نيجاتيف كرونوتروبيك فاكتورز، ف او يعني في شيء دايركت نيجاتيف كرونوتروبيك فاكتورز، فيش شيء بعمل نيجاتيف كرونوتروبي مباشره الا عن طريق ثاني غير مباشر راح نشرحها بعدين. فهون بتبلش يعني تختلف عن محاضرات الفارما وتختلف عن شوي عن الفسيولوجي. ف يعني معقبا عليها حكى انه ما في we have only positive chronotropic factors اللي هو ايش sympathetic nervous system على الـ SA node. الparasympathetic إلو مش negative chronotropic factor، إلو negative dromotropic factor وبيشتغل على الـ AV node فقط. وبالتالي يعني النيجاتيف السمباثيتك والباراسمباثيتك بيشتغلوا على الهارت ريت، ممكن يعملوا تاك كارديا او برادي كارديا. طبعا كيف يعني، يعني اذا الباراسمباثيتك بيشتغل على الاي في نود وبيشتغل على الدروموتروبيك فاكتور، كيف ممكن ياثر على الهارت ريت؟ راح نشرح عن هاي العمليه بعدين. هسه بدنا نحكي عن الاس اي نود اهم شيء. زي ما بنعرف برضو يعني انه هي بتعمل السيجنال اوتوماتيك من عندها، لما تزيد السيجنال بتزيد الهارت ريت، لما تقل السيجنال بقل الهارت ريت. هاي كلها امور عارفينها. هسا هنا حاكي برضو عن انه الاوتونوميك نيرفس سيستم عكس بعض من ناحية الهارت ريت، مع انه قلنا فوق الباراسمباثيتك حسب كلام الدكتور انه بس الدروم او نيجاتيف دروموتروبيك، بس راح اشرحها بعدين زي ما قلت. هسا السمباثيتك برضو هنا في اختلاف، انه الانرفيشن تاع السمباثيتك عن طريق الرايت فيجاس نيرف، وهاي يعني بدنا نحفظها حفظ يعني عشان المحاضرة. وانه بيعمل انرفيشن للاس اي نود،
وبيشتغل على البيتا 1 ريسبتورز. وبالتالي بما انه سمباثيتك وبيشتغل على البيتا 1 ريسبتورز بالتالي بزيد الهارت ريت بوزيتيف كرونوتروبيك في التالي الايفكت تاعه بكون. البارا سمباثيتك له انرفيشن عن طريق الليفت فيجاس نيرف وبيشتغل على الام 2 ريسبتورز. بس مش حاكي الام 2 ريسبتورز هي بتعمل انرفيشن ليش فوق اخذنا انه بيشتغل على الاي في نود. فهي ام 2 ريسبتورز هاي موجوده على الاي في نود موجوده على موجوده على الاتريال ماسلز الاي في نود والاتريال ماسلز وراح نحكيهم بعدين بس حبيت احكيهم هسه عشان لما نرجع نضيف المعلومه بعدين تكونوا عارفينها. وبيشتغلوا برضو على البيركينيا فايبرز يا رب يكون كتابتي صح. فاي ممكن نضيفها هسه على الام 2 ريسبتورز عشان راح نحكي عنها في فقره تحت. طيب وبالتالي له تاثير باراسمباثيتك بقلل الهارت ريت عن طريق النيجاتيف دروموتروبيك افكت. هسه الصور اللي هون هاي الصوره صحيحه لانها بتوافق يعني اللي احنا اخذناه البوزيتيف بس انه النيرف هنا بنعتبره الرايت فيجاس نيرف وبدنا نحفظها حفظ. الصوره الثانيه بالنسبه للنيجاتيف كرونوتروبيك افكت هو ما حكى نيجاتيف هو حكى نيجاتيف ما حكى نيجاتيف كرونوتروبيك حكى نيجاتيف دروموتروبيك شويه معلش على الخط بس بيساوي في الاخر ديكريز للهارت ريت وما بيشتغل الباراسمباثيتك على الاس اي نود بيشتغل على الاي في نود والاشياء اللي حكيناهم هون الاتريال ماسلز والبيركينيا فايبرز. هسه لما نيجي نحكي عن الاغونست والانتاغونست بتكون واضح يعني تاثيرها. اذا بيتا 1 اغونست وبالتالي راح يكون بوزيتيف كرونوتروبيك بيتا 1 انتاغونست راح يساوي ايش نيجاتيف كرونوتروبيك ام 2 اغونست راح يعملوا نيجاتيف دروموتروبيك ام 2 بلوكرز او انتاغونست راح يعتبروا بوزيتيف دروموتروبيك. كل هاي موضوع انه دروموتروبيك افكت للباراسمباثيتك وملهوش كرونوتروبيك افكت مباشر يعني هاي وجه الاختلاف والتناقض اللي انا حكيت لكم عنه وبدنا نضطر نحفظها حفظ يعني حديت يعني ما نتأكد من الدكتور. هون اللي صار هذا برضو المثال اللي حكى الدكتور انه هو مثال على الهوميستيسيس نوت بالانس. عندك الـ SA node بس صار لها innervation من الـ sympathetic والـ AV ويعني وما صار لها من الـ parasympathetic فهنا صار عندنا homeostasis لأنه بالنسبة للمكتوب إنه هذا هو الوضع الطبيعي وما في innervation من الـ parasympathetic ما صار مساواة. فـ two factors affecting two targets and not two factors affecting the same target. مش شرط انه كل تارجت يكون يصير عنده انرفيشن متساوي من الطرفين اللي هم السمباثيتك والبارا سمباثيتك. هسه بالنسبه للدروموتروبي حكينا فوق عن الكرونوتروبي وحكينا كيف السمباثيتك والبارا سمباثيتك وايش الانرفيشن تاعهم. هسه بنحكي عن الدروموتروبي وزي ما بنعرف دروموتروبي لها دخل بالكوندكشن فيلوسيتي وهون برضو موضوع الاستثناء اللي صار انه زي اللي فوق حكينا انه ما في نيجاتيف كرونوتروبيك فاكتورز بس ممكن يعمل نيجاتيف كرونوتروبي يقلل هارت ريت بطريقه اندايركت غير مباشره. هون نفس الشيء بس العكس لدروموتروبي انه ما في بوزيتيف نورمال فيسيولوجي there are only negative dromotropic factors اللي هم الباراسمباثيتك اكتيفيشن
وما في بوزيتيف دروموتروبيك فاكتورز، بس بصير في عندك بوزيتيف دروموتروبيك فاكتورز من تفعيل السيمباثيتيك بس اندايركتلي، بس انه في انرفيشن دايركتلي لل بسبب بوزيتيف دروموتروبي غير موجود. هذا حسب كلام دكتور، بس انه في الفارما في الفارماكولوجي بحالة الدراجز ممكن الدراجز تشتغل على النيجاتيف والبوزيتيف تروموتروبيك فاكتورز، يعني عكس يعني مش شرط انه زي مبدأ السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. وطبعا هذا الكلام يعني زي ما قلت ممكن يختلف، ممكن يتناقض مع كثير شغلات اخذناها، بس بدنا نحفظه حفظ للمحاضرة. طبعا نيجاتيف دروموتروبيك فاكتورز زي ال M2 agonist، والبوزيتيف دروموتروبيك فاكتورز زي ال M2 antagonist. هسه راح نشرح وين دخل ال M2. طبعا اهم اشي في موضوع الدروموتروبي اللي هو ال AV نود، عكس ال كرونوتروبي حكينا عن ال SA نود هي المسؤولة عن الهارت ريت. الاف نود هي اكثر شيء مسؤولة عن الكوندكشن فيلوسيتي. ليش؟ لانه بتعمل ديلي وبتعمل ريلي، فكل هاي لها دخل بالكوندكشن فيلوسيتي تاعت الهارت. هسا السيمباثيتك كيف بيشتغل على الدروموتروبي؟ بيشتغل اندايركتلي على الدروموتروبي، وبعمل بوزيتيف دروموتروبيك فاكتورز عن طريق انه يعمل انرفيشن للاس اي نود ويعمل بوزيتيف كرونوتروبيك افكت، فهذا بيتبع مع بوزيتيف دروموتروبيك افكت، وبيشتغل على البيتا 1 ريسبتورز. والباراسيمباثيتك كيف بكون له شغل على الكرونوتروبيك نيجاتيف، مع انه ما له انرفيشن في الاس اي نود، بس بيشتغل اندايركتلي عن طريق انه بكون له نيجاتيف دروموتروبيك افكت، وهذا النيجاتيف دروموتروبيك افكت ممكن يعمل اندايركتلي نقصان بالهارت ريت، وبالتالي بيصير نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، بس بكون اهم اشي اندايركتلي وعن طريق الام 2 ريسبتورز. طب كيف يعني كيف يعني هذا اللي صار؟ توضيح الدكتور انه الكوندكتيفيتي وين شوي الكوندكتيفيتي والهارت ريت معتمدات على بعض، ودايركتلي بروبورشنال، يعني علاقه خطيه مع بعض او علاقه طرديه مع بعض، بانه اذا زدنا الكوندكتيفيتي راح يزيد الهارت ريت، وإذا قلنا الكوندكتيفيتي راح يقل الهارت ريت. عشان هيك قلنا اندايركتلي هون اندايركتلي هون، وفوق حكينا انه اندايركتلي، وحرجع لموضوعها. So by knowing this we can decrease the heart rate using the AV node مش ال SA node by increasing the delay، يعني negative dromotropic effect، وبالتالي بيقل الهارت ريت. الباراسيمباثيتك لانه انا قلت فوق انه صحيح انه على الليفت فيجاس نيرف، بس ما حكاش الام 2 ريسبتورز هاي موجود وين. هون بشرحها، انرفيت باي ليفت فيجاس نيرف وركس ان ذا ام 2 ريسبتورز اون ذا اتريال ماسل زي ما حكيت فوق، اي في نود والبيركن جي او بيركينيا فايبرز، وبالتالي بيقلل الكوندكتيفيتي، وبما انه الكوندكتيفيتي مرتبطه بالهارت ريت فبالتالي بيسوي نيجاتيف او كرونوتروبيك افكت. وهاي الصوره اللي هون يعني اذا بدكم تفهموا المكتوب اللي هون اشطبوه احسن، لانه بنكتفي بالصوره اللي فوق اللي هي تاعت البوزيتيف كرونوتروبيك، وهاي نفسها انا عدلت عليها نفسها هاي الصورة يعني، بس هون انه decrease conduction velocity، وبالاضافة انه بما انه indirect effect فبالتالي decrease the heart rate. طيب هسا بدنا نحكي عن الانوتروبي. حكينا عن كرونتروبي والدروموتروبي، هسا عن الانوتروبي. الانوتروبي زي ما بنعرف اللي هي heart contractility، وبرضو البيتا 1 receptors والM2 receptors رجعوا معانا، بيتا 1 positive inotropic والM2 negative. وطبعا بنقدر نتحكم
بالكونتراكتيليتي هو الانتروبي، مش عن طريق زي هون حكينا على الاس اي نود والاي في نود. هون بندخل عنصر ثالث مهم اللي هو الكالسيوم تشانلز. الكالسيوم تشانلز زي ما بنعرف احنا في المسل كونتراكتيليتي مهمات، انهم بيعملوا بيشتغلوا على الاكتين وبينوا الميوسين بايندينج سايتس، فبالتالي هاي اهميه. هون بتيجي اهميه الكالسيوم تشانلز، لما تزيد الكالسيوم في المسل تشو بالتالي بتزيد الكونتراكتيليتي تاعت المسل. حسب لما نيجي على السيمباثيتك زي ما قلنا بيشتغل على البيتا 1 ريسبتورز، انكريز ذا كالسيوم ليفلز، بيزيد الكالسيوم بيزيد تفعيل وبيزيد الكونتراكتيليتي تاعت العضل، وبالتالي بوزيتيف انوتروبيك افكت وانكريز ذا كونتراكتيليتي. اما بالنسبه للباراسيمباثيتك بيشتغل على M2 ريسبتورز وبالتالي بيقلل الكالسيوم ليفلز، بيقلل الكونتراكتيليتي، بيقلل الانوتروبيك افكت. طب هدول البيتا 1 والام 2 ريسبتورز وين موجودين؟ موجودين على الكاردياك تيشو، بالمسل تيشو تاع الهارت نفسه موجودين عليه. بس في فرق كثير مهم بين الاثنين، بين السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، انه الباراسيمباثيتك له تأثير أقل من تأثير السيمباثيتك نيرف سيستم، لأنه فعليا بس بيشتغل على الخلايا العضلية في الآتريا فقط. السيمباثيتك بيشتغل على كل عضلات القلب، بس الباراسيمباثيتك بس بيشتغل على الآتريا، وبالتالي بيكون له ماينر إفكت بالنسبه للسيمباثيتك. فلما يكون في عندك مفعول سيمباثيتك وباراسيمباثيتك راح يطغى على الاخر اللي هو السيمباثيتك، لانه مؤثر على كل عضلات القلب وتاثيره هو الدوميننت. ما بيهمنا بالتالي يعني من ناحيه فارماكولوجي ما بهمنا الا في حالة التوكسيكولوجي، بس لما يكون في زيادة تفعيل الباراسيمباثيتك ممكن ساعتها نهتم فيه من ناحية فارماكولوجي. وهون مثال على موضوع الهوميستاسيس والبالانس، انه الكالسيوم تشانلز الموجودة في الماسلز صار لهم انرفيشن من قبل السيمباثيتك والباراسيمباثيتك مع بعض، غير عن الـ AV node والـ SA node. حكينا الـ SA node بس سيمباثيتك، الـ AV node باراسيمباثيتك، وبالتالي هناك كان في هوميستاسيس بس ما كانش في بالانس. هنا صار عندنا بالانس وصار عندنا هوميستاسيس مع بعض، فبالتالي هيو are said to be in balance and in homeostasis. هنا هسا عندنا تطبيقات على موضوع الهارت ريت او موضوع السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. اذا كنا مثلا بدنا نزيد الهارت ريت ونزيد الكونتراكتيليتي مع بعض، افضل اشي نعمله ستيميليشن اللي هو السيمباثيتك نيرف سيستم، لانه زي ما عرفنا انه له دايركت بوزيتيف كرونوتروبيك، وله برضو كمان بوزيتيف انوتروبيك افكت. بالتالي هو احسن واحد نستعمله عشان زياده هارت ريت والكونتراكتيليتي. بس اذا كنا بدنا ننقص الهارت ريت بس بدون الكونتراكتيليتي، راح نعمل ستيميوليشن للبارا سيمباثيتك فقط. ليه؟ طيب ليه ما بدناش الكونتراكتيليتي، او ليه يعني البارا سيمباثيتك ما بيعمل كونتراكتيليتي؟ لانه زي ما قلنا له ماينر افكت على الانوتروبي، because the parasympathetic nervous system has only a minor effect on the heart muscle contractility. فاحنا لما بدنا نفعل او نعمل stimulation للparasympathetic بهمنا بس موضوع الهارت ريت، وبكون indirect لانه بعمل negative dromotropic، ونegative dromotropic effect بعمل decrease in the heart rate. هسا اذا بدنا نعمل increase للcontractility بس بدون ما نعمل increase للهارت ريت، شو نعمل؟ نعمل استيميليت لبوث ديفيجنز. ليش؟ لانه واحد السيمباثيتك حيزيد الهارت ريت وحيزيد الكونتراكتيليتي،
والثاني الباراسيمباثيتك حيزيد حيقلل الهارت ريت بس ما له اثر على الكونتراكتيليتي. التاثير الهارت ريت للاثنين راح يلغي بعض، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، نيجاتيف راح يروحوا مع بعض، بضل تاثير الكونتراكتيليتي تاع السيمباثيتك، وبالتالي بس بصير عندنا انكريز كونتراكتيليتي. ف both will cancel each other on the effect on على الهارت ريت، بس انه السيمباثيتك بالناحيه الكونتراكتيليتي هو الدوميننت، وبالتالي بتزيد الكونتراكتيليتي في الاخر كمحصله. هسه لما هاي برضو مراجعه، لما نعمل سيمباثيتك اكتيفيشن بزيدنا كرونوتروبي، بزيدنا انوتروبي. لما نعمل باراسيمباثيتك بعمل نيجاتيف دروموتروبي، وبطريقه اندايركت بعمل نيجاتيف كرونوتروبي وبعمل انوتروبي بس ماينر افكت. طيب هسه بدنا نيجي نحكي عن موضوع البلاد فيسلز عشان كتوضيح، يعني اللي اخذناه شرح زيادة عن اللي اخذناه عن بريلود والافتر لود، ففيش هون معلومات زيادة يعني كثير. الفينز اكيد هي اللي بتجيب الدم وبترجع على القلب، وبنسميه هذا الدم اللي برجع على القلب فينوس ريتيرن. ممكن بما انه هو نفس الدم اللي برجع على القلب، هو نفس البريلود وهو نفس البلاد فوليوم، فكلينيكلي the venous return is termed the preload. How much the load is put on the heart before it pumps the blood. نفس البريلود، نفس البلاد فوليوم اللي حكيناه فوق، ونفسه هو ال venous return. هسه هون برضو كمان مراجع موضوع، اذا اقل البريلود راح يقلل الكونتراكتيليتي تاعت الهارت، وهذا سميناه حتى سميناه ستارلينج لو فوق. كمان الفينوس ريتيرن زي ما حكيت هسه انه هو نفسه البلاد فوليوم او البلاد ريزرفوار، يعني نفس المصطلح، نفس مصطلح البلاد فوليوم. فلما يجي عندنا بلاد فوليوم او بلاد فوليوم او بريلود او فينوس ريتيرن هم نفس المصطلح. هسا نحكي عن الارتريز. الارتريز ان جنرال مينتين ذا بلاد بريشر، هم اساس البلاد بريشر اللي بصير وبسبب الافتر لود. طيب وبالتالي هيو ريبريزنت ذس بلاد بريشر ريبريزنتس ذا افتر لود. والافتر لود هذا بياثر على مين؟ بياثر على الكونتراكشن تاع الفنتركلز. فاحنا قلنا الفنتركلز اهم اشي من ناحيه الافتر لود في مرحله السيستول. فالفنتركلز بيحتاجوا لقوه اكبر للكونتراكشن عشان يتغلبوا على الافتر لود، وهو نفس موضوع البريفرال فاسكولار ريزيستنس اللي حكيناه فوق. فكله عاده يعني مصطلحات، نفس المصطلحات اللي اخذناها فوق. البي في ار اللي بريفرال فاسكولار ريزيستنس زي ما حكيت بتعتمد على الدايمتر اوف بلاد فيسل، عشان هيك من ناحيه الارتريز اللي لهم ثيك وولز سمولر دايمترز بكون عندهم بيرفرال فاسكولار ريزيستنس اعلى. كونتراكشن اور ريلاكسيشن اوف ذا فاسكولار سموث مسل ويل ديتيرمين ذات، اللي هو دايمتر تون حسب الكونتراكشن ولا ريلاكسيشن تاع السموث مسل للبلاد فيسلز ممكن يزيد او ينقص البيرفرال فاسكولار ريزيستنس. فكل ما كان smaller the vessel the more stiffness in its wall، بكون عنده resistance أكثر، بكون عنده وبالتالي بيسوي blood pressure أكثر، وبالتالي بزيد ال after load زي ال blood pressure في arterioles. طب ليش ال arterioles اللي بتهمنا؟ زي ما حكينا موضوع ال sphincters فيها، وبالتالي بزيد resistance على ال heart. وهون بس برضو إعادة إنه حكينا أهم إيش عندنا الارتريز إلهم ثيك ماسل زي ما حكينا. هون أهم إشي في الارتريز اللي هو الارتريولز. طيب هسا بدنا نحكي عن الافتر لود من ناحية فارماكولوجيكال. يعني إذا بدنا نستهدف أو نغير الافتر لود، إيش الريسبتورز اللي لازم نستهدفها؟ يعني هاي يعني طبعا بطلت العلاقة في الريسبتورز تاعون الهارت اللي هم الام 2 والبيتا 1 ريسبتورز. هسا بدنا نحكي عن الريسبتورز الموجودة في البلاد فيسلز، سواء عند السكيلتال مسل ولا عند
البريفري زي الجي اي تراكت وزي السكن. فزي ما اخذنا المحاضرات الماضيه، الفا 1 ريسبتورز اللي هم للسمباثيتك اللي موجودات وين؟ موجودات في السمود ماسلز، تعون ايش؟ تعون البريفري زي الجي اي تراكت، زي السكن. هاي اذا تفعلت الالفا 1 فيهم راح يؤدي الى فازو كونستريكشن. طيب ما دام صار عندنا فازو كونستريكشن في البريفري، معناته راح يزيد عندنا الافتر لود، لانه زادت عندنا ايش؟ الريزيستنس، وبالتالي فبصير عندنا ايش؟ زياده بالبي في ار. لكن هنا يعني حاطط بس زيادة انه مبدأ عملهم انهم بيشتغلوا على الكالسيوم تاع السموث ماسلز، فبزيد تركيز الكالسيوم فيهم، وبالتالي بيعمل فاز كونستريكشن، وبالتالي بيعمل زيادة في الافتر لود. اما البيتا 2 ريسبتورز برضو ادرينيرجيك، بس اما وين موجودات؟ موجودات في السموث ماسلز of the blood vessels عند وين؟ عند ال skeletal muscles. فلما بدنا نفعل هدول ال receptors راح يصير عندنا vasodilation، وبالتالي راح يقل عندنا ال afterload. ما دام قل عندنا ال afterload معناته أو بما إنه يعني قللنا ال afterload أكيد بتكون قللنا ال PVR. طيب وزي ما قلنا بيشتغل على الكالسيوم تشانلز، بيعمل ديكريز للكالسيوم كونسنتريشن، وبالتالي بيقل ايش الكونتراكشن تاع هدول المسلز. طيب هسا كيف بدنا نستفيد من هذا الحكي؟ قبل ما نحكي نخش بالتطبيقات تعيتهم من ناحيه يعني امراض وكذا، لازم نعرف انه الالفا 1 ريسبتورز بكونوا predominant على مين؟ على البيتا 2 ريسبتور، زي ما موضوع هناك تاع sympathetic والparasympathetic من ناحية الانتروبي، هنا برضو الالفا 1 dominant على البيتا 2. بالتالي الهدف الرئيسي لما بدنا نتحكم في الافترلود نركز فيه على الالفا 1 ريسبتورز، فبكون هو the main determinant of vascular tone، هو اللي بحدد إذا عندك PVR عالي ولا قليل، وهو هدف الفارماكولوجيكال تارجتس اللي بيشتغلوا على الكالسيوم تشانلز. هسا من ناحية نظرية إذا بدي أنا أتحكم بالPVR اللي هو نفسه الأفتر لود، بدي أتحكم بالألفا 1 ريسبتورز. هنا في هاي الحالة الدكتور كان قصده إنه نقلل PVR. فإذا أنا كنت بدي أقلل PVR في الجسم، أول إشي بشتغل عليه الألفا 1 ريسبتورز وبعملهم أنتاغونيست. ثانيا إذا بدي كمان يعني على البيتا 2 ريسبتورز ممكن أعملهم أغونيست، بس يعني لحاله الألفا 1 ريسبتور مفعوله كان أهم إشي. ممكن برضو نستعمل كالسيوم تشانلز بلوكرز، بس يكونوا يعني نون سبيسيفيك. لكن مشكلتهم هدول انه targeting the calcium channels can affect the heart contraction. اذا كان الكالسيوم channel blockers مش specific لعضل مثلا للسموث muscles تعون blood vessels، بالتالي ممكن يوصل للهارت ويعمل decrease الهارت contractility. هنا ممكن can decrease the heart contractility. فلازم نعرف انه some types of calcium blockers are more specific to those in the heart in the heart than in the artery. بالتالي تطبيق هذا الحكي لما نستعمل non selective calcium channel blockers راح يأثر على ال PVR ال afterload، وبرضه راح يأثر على ال heart contractility، والاثنين حيقلوا في الحالة. بس في بعض السب فاميليز بكونوا سيلكتيف او لهم افينيتي للفاسكولار كالسيوم شانلز، وبالتالي ما باثر او باثر بشكل قليل على الهارت كونتراكتيليتي. وبالتالي هون انت بتصير يعني حسب العلاج اللي بدك اياه، حسب التريتمنت بتستخدم هدول الانواع السب فاميليز تاعون الكالسيوم بلوكرز.
طيب خلينا هسه نحكي عن مصطلح جديد بيجمع مصطلحين البريلود والافترلود اللي هو الوركلود. اذا متذكرين حكينا انه الهارت بحتاج يبذل جهد على البريلود والافترلود عشان يقدر يوزع الدم في الجسم، فهذا هو المصطلح اللي بيجمعهم اللي هو الوركلود، هو جمع الاثنين مع بعض. بالتالي الهارت will put its work according to how much preload اللي هو الفينس ريتيرن، برضو كمان الافترلود اللي هو البي في ار. طيب هسا في عنا برضو علاقة جديدة او معادلة جديدة حناخذها مهمة في موضوع برضو الفارماكولوجيكال تارجتس اللي حنحكيه برضو كمان لقدام، اللي هي البلد بريشر وعلاقتها مع البريفرال فاسكولار ريزيستنس والكاردياك اوتبوت. هسا هل العلاقة اللي احنا شايفينها قدامها مشتقة من القانون اللي هو الضغط يساوي الفلو في ريزيستنس. الفلو هي كمية السوائل اللي بتمرق او حجم السائل اللي بمرق في وقت معين اللي هو بناسب مفهوم الكاردياك اوتبوت، والريزيستنس اللي هي نفسها البي في ار. بس الدكتور حاكي انه مشبه موضوع الوركلود بانه بتكون بريلود وافترلود بموضوع البلد بريشر، انه البلد بريشر هو نفس الوركلود، الكاردياك اوتبوت اللي هو البريلود، والبي في ار اللي هو الافترلود. هسه ممكن يعني نفهمها بهاي الطريقه بس مش دقيقة كثير يعني من ناحية مصطلح، يعني هاي حابة أنبه عليها بس للحفظ، نحفظها للمحاضرة يعني انه عساس انه اذا بدي ان نسأل عنها ونحفظها، انه الكاردياك اوتبوت هو البريلود بالنسبة لهذه المعادلة، الوركلود اللي هو البلد بريشر، والافترلود اللي هو البي في ار. طيب هسا العلاقة بين الوركلود والبريلود والافترلود بتكون في إكوليبريم في الوضع الفسيولوجي العادي. فمثلا زي ما هون كاتبين if any change happened to one of the factors the other factors will change to compensate. إذا قللنا البريلود في الوضع الفسيولوجي العادي راح يزيد الافترلود عشان يضل الوركلود ثابت اللي هو ايش البلد بريشر، والعكس صحيح. فإذا أحدثنا تغيير في الوركلود نفسه راح يصير تغيير على كل من البريلود والافتر لود. لكن إنه هذا الإشي زي ما قلت الإكوليبريم هذا في الوضع الفسيولوجي العادي، أما بالباثولوجيكال كونديشنز هذا الوضع بيختلف. فممكن إنه يزيد البريلود ما يقل الافتر لود، يضل افترلود زي ما هو، وبالتالي بيزيد الوركلود عن الطبيعي. فلازم حد الوركلود يضل ثابت. التغيير بصير بالبريلود والافترلود في الفسيولوجيكال، بس بالباثولوجيكال مش شرط هذا الحكي يصير. وهنا برضو حكين موضوع عن البلد بريشر، انه اهمية البلد بريشر، ليش احنا محتاج بلد بريشر في الجسم، هو اللي بحدد البرفيوجن تاع الأورغنز. فالبلد بريشر زيادة او يعني وجوده بيساعد على البرفيوجن للدم عشان يوصل للأورغنز في الجسم عندنا. طيب هنا كمان حكينا كمان مصطلح اللي هو الهارت لود. الهارت لود اللي هو الشغل اللي ببذله القلب، واللي هو بالوضع الطبيعي هو نفس الورك لود اللي هو نفسه اللي احنا قلنا عنه الشغل اللي لازم يبذله القلب. لكن في بعض الحالات الباثولوجيكال انه بصير الورك لود على القلب زيادة عن اللي القلب بيقدر يتحمله. فالقلب اللي هو اللود اللي بيقدر القلب يتحمله اللي هو الهارت لود، والورك لود ممكن في حالات زي الهارت فيلير ينضاف عليه اللي هو ضعف عضلة القلب نفسها، فبصير في لود زيادة فوق الورك لود اللي بيحتاجه الجسم على الهارت لود، وبالتالي بصير انه الهارت لود يساوي الورك لود زائد sufficiency of the heart.
وزي ما قلت هذا في حالة الهارت فيلير، بتكون يعني بحاول القلب يعوض compensated but progressive، بحاول القلب يعوض هذا الاشي اللي زيادة على الورك لود، بس ما بيقدر وبيضلوا يزيد معه يزيد مع السفشنسي اوف ذا هارت هاي تزيد لحديت انه القلب ما يقدر يتحمل هذا اللود كله ويصير في عنا هارت فيلير. طيب هسا في عندي حالات بالباثولوجي باثولوجيكال كونديشنز بدي ازيد فيها الورك لود اللي هو نفسه البلد بريشر، بكون عندي هبوط بالبلد بريشر، فانا بدي ازيد البلد بريشر او بدي اتحكم يعني في مقداره. فكيف بقدر اسوي؟ بما انه البلد بريشر هو بيمثل الورك لود، فاذا اذا زدت البريلود او زدت الافتر لود راح يؤدي الى زيادة البلد بريشر. فا increasing preload هو نفسه venous return أو ال cardiac output زي ما مكتوب فوق. يعني بنزيد preload عن طريق كذا طريقة. أول إشي ممكن نزيده عن طريق ال muscle contraction في ال في الأطراف السفلى. إذا skeletal muscles عملنا لهم خليناهم يعملوا contraction، ممكن يعملوا يضغطوا على ال lower veins ويدفعوا الدم من lower veins ويرجعوه على القلب بقوة أكبر، وبالتالي بيزيدوا venous return. هذا الإشي يعني ممكن نعمله عن طريق إنه زي ما قلت leg muscles contractility، أو إنه ممكن نعمل venoconstriction لل veins الموجودة في lower extremities، وبالتالي بيزيد عنا venous return. ممكن كمان عنا نغير في الفينس كومبلاينس او الانترنال تون. ايش الفينس كومبلاينس؟ اللي هي قدرة الاوعية الدموية على التوسع والتضيق. فممكن اذا زدنا او وسعنا في الاوعية الدموية راح بالتالي يقل البلد بريشر، واذا ضيقنا راح يزيد البلد بريشر. ف لهم تأثير على volume of blood، او لهم تأثير يعني على البلد بريشر في الاخر. ممكن اذا كانوا مثلا بما انهم بالفينس، بس بنحكي عن الفينز هنا، فاذا عملنا انه ضيقنا الفينز اكثر بالتالي راح يرجع الدم بقوة اكبر على الهارت، وبالتالي بزيد البريلود وبزيد الفينس ريتر. هون برضو يعني جبنا سيرة الفينتينج اللي هو مصطلحه سينكوب، بصير لانه في عندك inadequate blood flow to the brain. بقلة وصول الدم للمخ بتؤدي للفينتينج. بنعالجها عن طريق زيادة البريلود. طب كيف بنزيد البريلود؟ بانه بنرفع الاقدام بحيث انه الدم اللي في اللور اكستريميتيز يرجع لعند القلب. طب كيف زيادة البريلود بيؤدي لزيادة بيؤدي لحل هاي المشكلة؟ زيادة البريلود بيؤدي لزيادة الوركلود، لأنه بتكون الوركلود من البريلود والأفترلود. فإذا زدنا البريلود بزيد الوركلود. الوركلود هو نفس البلد بريشر. بزيادة الوركلود بزيد البلد بريشر، وبالتالي بزيد زي ما قلنا وظيفة البلد بريشر perfusion. بزيد perfusion تاع الدم في المخ، وبالتالي برجع المخ لانه في صار عنده perfusion اكثر في الدم، بالتالي برجع يصحصح المريض. وممكن برضو في موضوع volume retention، يعني زيادة الفوليوم او volume reduction، نقلل الفوليوم. طب كيف؟ عن طريق نتحكم بالكيدنيز، بالسوائل diuretics، المدرات البول، والار اي اس سيستم اللي هو رينين انجوتنسين الدوستيرون سيستم. هذا السيستم لما يتفعل بزيد البلد فوليوم، وبالتالي بزيد البلد بريشر. نفس الشيء هنا، اذا زدنا عملنا بلد فوليوم ريتينشن، زدنا البلد فوليوم بالتالي، وهو البلد فوليوم هو نفسه اذا مذكرين فوق نفسه البريلود. زيادة البلد فوليوم راح يزيد البريلود، قلة البلد فوليوم راح يقلل البريلود. وهون بنحكي عن الدايورتكس، ممكن نقلل البلد فوليوم باستخدام الدايورتكس، لانهم ايش؟ بحفزوا الاكسكريشن اوف يورين باي ذا كيدني. طيب هسا عندنا هون موضوع
لساتنا يعني في البريلود، بس دخلنا موضوع المين ارتيريال بلاد بريشر، وهو فعليا يعني ما له كثير علاقه بال بال بالبريلود بشكل عام، بس له علاقه بالبلاد بريشر بشكل عام، يعني مش بالاخص للبريلود. المين ارتيريال بريشر هو فعليا نفسه، بنقدر نحكي عنه نفسه اللي هو البلاد بريشر، ماشي. وبهمنا في موضوع البارو ريسبتورز. ليش البارو ريسبتورز هم ميكانو ريسبتورز؟ يعني يعني بحسوا التغيرات الميكانيكيه بتصير في الدم زي الضغط. موجوده هاي البارو ريسبتورز في الكاروتيد ساينس، بالكاروتيد ارتري، موجوده في الاورتيك ارتش. هاي البارو ريسبتورز بتحس بتغير ضغط الدم، بالتالي بتعمل ما بنسميه البارو ريفلكس ميكانيزم. فممكن انه بس تحس انه قل عندنا البلاد بريشر، تروح تفعل ميكانيزمز معينه على طول عشان تعاود ترجع البلاد بريشر زي ما كان طبيعي. مثلا ممكن تستخدم ال RAS system اللي هو حكينا عنه، رينين انجيوتنسين الدوستيرون. هذا السيستم لما تفعلوا البار ريسبتورز بتزيد البلاد بريشر، وبالتالي برجع لوضع طبيعي اذا كان عندنا قلة في البلاد بريشر. طب شو مبدأ ال RAS؟ يعني ايش هو الاشي الفعليا الفعال فيه؟ اللي هو انجيوتنسين شوي انجيوتنسين 2 بكون ناتج من احد نواتج ال RAS، وهو the most potent vasoconstrictor. vasoconstriction اكيد معناتها زياده في البلاد بريشر. طيب الانجوتنسين برضه فوق ما هو most potent vasoconstrictor، برضه بيشتغل مع السمباثيتك نيرفس سيستم، بحفز السمباثيتك جانجليا، بحفز الادرينال ميدلا، وبخليهم يفرزوا ايش؟ نور ابنفرين. نور ابنفرين زي ما مذكرين المحاضرات الماضيه اللي هو بيسوي مفعول سمباثيتك نيرف سيستم، وبالتالي بيعمل فاز كونستريكشن عند وين؟ عند البريفرال بلاد فيسلز، عند الجي اي تراكت والسكين يعني، وبالتالي بزيد عندنا البلاد بريشر. وهذا الحكي يعني زي ما انتم شايفين ما لهوش علاقه كثير بالبريلود، لانه هذا يعني مثلا خصوصا هون نحكي عن افتر لود، بس يعني هو حبينا او حبوا يعني نحط هذا الموضوع هون، ما بعرف. في هون مثلا لما نحكي عن حاله لما نلاقي عندنا زياده في البلاد بريشر، البار ريسبتورز بصير لها فايرنج، او يعني تتفعل بحيث انه بدها تقلل هذا البلاد بريشر. بتسوي بتؤدي الى زياده الباراسمباثيتك وقله مفعول السمباثيتك. قله السمباثيتك يعني بيعكس نفس المفعول اللي اخذناه فوق عن السمباثيتك جانجليا والادرينال ميدلا، بيؤدي الى فازو دايليشن. يعني هو كان عندك فازو كونستريكشن مره سمباثيتك، رحنا شلنا السمباثيتك فراح الفازو كونستريكشن، صار فازو دايليشن، راح مثلا هارت فورس او الهارت كونتراكتيليتي اللي هو البوزيتيف انتروبيك صار نيجاتيف انتروبيك، الهارت ريت صار نيجاتيف كرونوتروبيك، وهكذا. اخر معلومه هون عندنا اياها بقول انه the increase in parasympathetic output leads to more acetylcholine being released which affects the SA node and slows down the heart rate as a result. هون يعني في تناقض بين الكلام اللي حكيناه فوق، انه حكينا فوق الباراسمباثيتك ما بصير له انرفيشن للاس اي نود على طول، فما باثر عليها باسيتيلكولين على طول، بس احنا هنا يعني مكتوب انه في اكتيفيشن باراسمباثيتك ممكن يكون عن طريق اسيتيلكولين ويفعل اس اي نود. بس يعني عشان المحاضره احنا يعني نحفظ اللي اخذناه فوق عن الاس اي نود وعن البارا سمباثيتك النيرفيشن تاعه، وهي نعتبرها استثناء يعني. الان هسه نحكي عن الزياده في الافتر لود. اذا مثلا ما بدنا نزيد البري لود، هو فعليا الاثنين بالنهايه بيعملوا لنا زياده بالبلاد بريشر او بالورك لود. احنا بدنا مثلا هاي المره نزيد الافتر لود. الافتر لود زي ما قلنا له دخل بالبي في ار، والبي في ار اللي دخل بالدايمتر اوف بيرفرال الارتريولز بالاخص. فمثلا اذا صار عندنا كونتراكشن للسموث مسل، بالتالي راح يقل الدايمتر، بالتالي راح يزيد البي في ار،
ماشي، وبالتالي راح يزيد in the after load مش preload. هنا نغيرها هاي نحطها after load. إذا صار عندنا مثلا smooth muscle صار لها dilation بزيد ال diameter، بالتالي بقل ال PVR. طيب هسا في حالة مثلا عندنا ال primary hypertension، primary hypertension primary يعني مش معروف سببه ال hypertension، بنحتاج ل او يعني بصير فيه البرايمري هايبرتنشن زياده في البي في ار، فاحنا عشان زياده في البي في ار هاي بالتالي راح يصير عندنا زياده بالبلاد بريشر. طب مش احنا اخذنا انه مثلا اذا زاد البلاد بريشر او زاد مثلا البي في ار اللي هو الافتر لود راح يقل البريلود عشان يصير يضل مستوى البلاد بريشر ثابت. نعم، بس هاي زي ما حكينا هاي في حالة الباثولوجيكال، هنا صار عندنا هايبرتنشن، بالتالي لما يزيد الافتر لود ما بيطرأ تغير على البريلود، فبيضل البريلود نفس مستواه وبالتالي بيزيد البلاد بريشر عندنا. فنظريا يعني البرايمري هايبرتنشن نظريا بس مش معروف سببه بالضبط، انه ممكن يكون سببه من ستيميوليشن تاع الالفا 1 ريسبتورز اللي هم سمباثيتك، الموجودين وين؟ موجودين في البيريفرال بلاد فيسلز، بالتالي بيعملوا فازو كونستريكشن وبالتالي بيزيدوا البلاد بريشر. فاحنا مثلا ثيوريتيكلي ونركز على ثيوريتيكلي بنعطي المريض الفا 1 بلوكرز عشان يقل عنده البلاد بريشر، وممكن الجسم ساعتها مع قله البلاد بريشر يصير عنده زياده بالهارت ريت اللي هو ريفلكس تاكيكارديا يصير عنده عشان يرجع يغطي هذا النقصان في البلاد بريشر، وبالتالي هيك المشكله عندنا ما انحلت. فاحنا في هاي الحالات بنستعمل ما بنسميه الكومبنساتوري ميكانيزمز او اليات تعويضيه، يعني اللي هي بنستعمل فيها كومبينيشن ثيرابيز، علاجات تركيبات من العلاجات، يعني مش اشي واحد، مش الفا 1 بلوكر لحال، لا بنستعمل مع الفا 1 بلوكر وبيتا 1 بلوكرز. الفا 1 للفازو كونستريكشن وبيتا 1 عشان ما يصير عندنا انكريز ان ذا هارت ريت، ما يصير عندنا تاكيكارديا. هذا هنا معلومه كثير مهمه، ذيس ثيوريتيكال اسامبشن ويل تشينج ات ذا اند اوف ذا ليكتشر. هسه حاليا هيك ثيوريتيكلي احنا حكينا، بس بعد لما نصير ناخذ المانجمنت وال تاع الهارت ديزيز راح نشوف ليش هذا الحكي اتغير يعني فعليا مفهومه لنا في الوقت الحاضر. طب خلينا هسه نحكي اخيرا عن الامراض، بما انه سي في اس فاكيد كل امراضنا راح تكون عن السي في اس وحنشرحهم واحد واحد، بس قبل حنحكي عن patient management والفرق بينه وبين pharmacological therapy. patient management يعني انه مثلا بنعطي بنخلي المريض يغير في نمط حياته اشياء بنمط اكله بحيث انه يقل عنده خطورة حدوث هذا المرض، زي مثلا ما نخلي واحد يقل من اكل الدهون عشان ما يصير عنده اثيروسكلوروسيس. اما الفارماكولوجيكال ثيرابي لما يدخل دواء في الموضوع نصير نعطي المريض دواء، ساعتها هنا بتصير فارماكولوجيكال ثيرابي. طيب نحكي عن هارت فيلير. اول شيء الهارت فيلير بيميزها انه ما الها كيور مباشر معين، فقط بنحاول نخفف السيمتومز او نبطئ المرض. فاول خيار عندنا للناس اللي عندهم هارت فيلير انه بنعمل ديزيز بريفنشن، اذا كان عنده هو يعني عنده هاي ريسك فاكتور فور ديزيز بنبلش ممكن نعطيه تريتمنت من وقتها قبل السيمتومز او يعني بعدها بس بفتره قصيره عشان نحاول نعمل بريفنشن للمرض. ممكن كمان نبطئ المرض او نبطئ البروجريشن تاعه وزي ما قلنا ستيز انكيورابل باستخدام بعض هدول الفارماكولوجيكال ايجنتس. منهم خلينا احكي اول شيء عن بيتا بلوكرز. اكيد بيتا بلوكرز لانه اذا ناس عندهم هارت فيلير بدنا نقلل الكرونوتروبي والدروموتروبي والانوتروبي عشان نخفف الحمل على القلب، وبالتالي القلب ما يعني ما بتضرر، يعني بنحاول نخفف الحمل عليه عشان هارت فيلير.
طيب هسه في عندنا ACEI اللي هي angiotensin converting enzyme inhibitor، وعندك كمان ال ARBs اللي هم angiotensin receptor blockers، وعندك aldosterone antagonists، وعندك renin inhibitors، كلياتهم بيحاولوا يضبطوا اللي هو ال RAAS system، وبالتالي بيؤدي لتقليل البلد بريشر، بالتالي بخف الحمل على القلب. برضو كمان عندنا سبيرونولاكتون، هذا عبارة عن دايوريتيك مدر، برضو بيقلل البلد فوليوم في الدم، وبالتالي بيقلل البريلود، فبيقلل الورك لود بشكل عام. ممكن برضو نحاول نخفف السيمتومز بس عشان for the comfort and well-being of the patient، بس انه ما بنقدر زي ما قلت نعالج المرض، it is incurable. طيب هسا نيجي نحكي عن الهايبرتنشن. الهايبرتنشن واضح زيادة في البلد بريشر، علاجه عن طريق المعادلة نفسها اللي اخذناها على البلد بريشر. اذا بدنا نخفف البلد بريشر بدنا نحاول نخفف الكاردياك اوتبوت، نخفف البيرفرال فاسكولار ريزيستنس. فممكن اول شيء نخفف الكاردياك اوتبوت عن طريق انه الكاردياك اوتبوت زي ما قلت فوق في اول صفحه قلنا انه بيعتمد على شغلتين، الهارت ريت والكونتراكتيليتي. فاذا خففنا الهارت ريت او خففنا الكونتراكتيليتي بيخف الكاردياك اوتبوت. برضو عندنا كودكشن اوف فيلوسيتي، واللي هي نفسها يعني زي ما قلنا اندايركت دروموتروبي، بتاثر على على الهارت ريت. فلما نعالج كوندكشن فيلوسيتي ممكن يعني نربطها في موضوع الهارت ريت. وإشي ثالث او اللي هو البلد فوليوم. البلد فوليوم زي ما حكينا في المعادله انه كاردياك اوتبوت هو نفس البلد فوليوم، هو نفس البريلود. فاذا خففنا البلد فوليوم برضو ممكن نخفف الكاردياك اوتبوت. طيب عندنا ممكن خفف كاردياك اوتبوت عن طريق بيتا بلوكرز، ليش؟ لانه بقلل نيجاتيف كرونوتروبيك انوتروبيك دروموتروبيك، كلها بتخفف بتخفف شغل القلب، بالتالي القلب بطل يضخ دم اكثر وبقل بلد بريشر. يعني اخذناها في المحاضرات السابقه السي اي او كالسيوم بلوكرز عشان بيعملنا نيجاتيف انوتروبيك، بقلل كونتراكتيليتي، واحنا قلنا كونتراكتيليتي بقلل ايش؟ الكاردياك اوتبوت. طيب كمان ما بنفضل نستخدم الباراسمباثيتك اجونيست لانه لهم سايد افكتس كثيره في الجسم. وبالنسبه للبلد فوليوم ضل ما حكينا عنه، البلد فوليوم ممكن نقلله عن طريق الدايوريتكس زي ما حكينا فوق، بيؤدي لزياده يورينيشن. الان اذا حكينا بريدكشن اوف بي في ار نقدر شو نساوي؟ نقدر نعمل الفا 1 بلوكرز اللي بيمنعوا الفازو كونستريكشن وبالتالي بسبب فازو دايليشن. الار اي اس انهبيتورز زي اللي حكيناهم فوق هنا، بس هنا جايبين سيره الاي سي اي بلوكرز او الاي سي اي اي نفسه هناك. الاي سي اي بلوكر يعني انجوتنسين كونفرتيك انزيم بلوكر، بيمنع الانجوتنسين 1 يتحول لانجوتنسين 2. فهو هذا السيستم الار اي اس سيستم اللي بزيد البلد بريشر وبزيد البلد فوليوم. فاحنا لما نعمله انهبيشن بخفف عنا البلد بريشر، بخفف برضه البي في ار. برضه كمان لما نشتغل على نفس الشانل بروك او كالسيوم بلوكرز، بس هالمره مش على القلب زي ما حكينا فوق، هالمره بنشتغله على البلد فيسلز، على السموث مسل تاع البلود فيسلز، فبالتالي بيعمل الفازو دايليشن. كل هذا بيؤدي لتخفيف يا البي في ار يا الكارديك اوتبوت عشان يقل عنا البلود بريشر. هسه الاسكيميك هارت ديزيز من اسمه بسبب الاسكيميا، قله وصول الاكسجين للقلب. طب الاكسجين للقلب من وين بوصله؟ بوصله عن طريق الكورونري ارتريز. معناته في صارت عندنا مشكله في الكورونري ارتريز. شو المشكله اللي صارت؟ المشكله ممكن تكون بلود كلوتس. البلود كلوتس يعني احنا بنعرف انه او يعني تتكون من بليتلتس، ثرومبين وبعض الليبيدز، ممكن برضو اثير سكلروسس. كل هاي العمليات بتؤدي الى بلوكج ان كورونري ارتريز. طيب اذا بدنا نعالج الاسكيميك هارت ديزيز كيف بدنا نعالج؟ ممكن عن طريق انه نعالج السبب نفسه،
بانه بنستهدف الكورونري بلود فلو نفسه، نعمل فازودايليشن للكورونري ارتريز، او بنشيل هاي البلود كلوت عن طريق الانتي بليتلت دراجز، برضو ليبيد لورينج دراجز، كل هاي أدوية عشان نخفف البلود كلوتينج. ممكن كمان وهي نفسها يعني بدل ما نستعمل دواء ممكن نعمل سيرجري للكورونري ارتريز، ما نعملهم فازودايليشن. الدايوريتكس بخففوا البلود فوليوم وبالتالي بخففوا اللود على الهارت، فالقلب ما بحتاج كثير اكسجين عشان يقدر يضخ الدم، بالتالي بخفف الحمل على القلب. ثرومبولايتكس اند انتي بليتليتس نفس اللي حكيناهم فوق عن موضوع الانتي بليتليت دراجز، يعني ممكن نربطها هيك للحفظ. والورك لود موديفيكيشن نفس مبدا الدايوريتكس، انه عندي انا يعني بحاول اخفف الحمل على القلب عن طريق انه يعني من الشغلات اللي حكينا انه نخفف البريلود او الورك لود او الافتر لود، فمن ضمنها يعني الدايوريتكس. بيتا 1 بلوكرز برضو هاي من مبدا ايش؟ تخفيف الحمل على القلب عن طريق عامل انه بخفف الكونتراكتيليتي على القلب، فيش داعي يستعمل او يستهلك اكسجين كثير، بخفف الهارت ريت، بخفف الدروموتروبيك، كله هذا بيؤدي الى يخفف الحمل على القلب. الفازودايليترز هو بالاخص فينودايليترز قصده، لانه احنا بنستهدف الفينز الموجوده في اللور ليمبس اللي حكينا عنها، بس هالمره ما بنعملها فازو او فينو كونستركشن، نعملهم فينو دايليشن، وبالتالي بقل بريلود مش بزيد. عندنا الاخر اشي هذول مثلا اللي بنشتغلهم على البي في ار اللي هم الالفا 1 بلوكرز، الار اي اس سيستم بلوكرز كلهم، الكالسيوم شانلز بلوكرز كلهم عشان يشتغلوا على الافتر لود اللي في البي في ار، فبخف عنا البي في ار بخف عنا الافتر لود. طيب هسه هنا عندنا اخر فقرتين سهلات كثير يعني معظمهم فهم، بنحكي عن طبيعه الادويه، بس انه لما يكون عندنا او بدنا نطلع دواء جديد لازم ممكن نقدر نبلش فيه بانه يكون عندنا ثيوريتيكال باك جراوند، له خلفيه نظريه معينه صحيحه مبنيه على ستاديز اون انيمالز، انه جربنا دواء على انيمالز وطلع فعلا فعال، فبعديها بنصير نجربه كلينيكال. ممكن انه يصير في بعض الحالات انه كلينيكال ستاديز عطول من كلينيكال ستاديز بدون ما يكون عندنا ثيوريتيكال باك جراوند نلاقي انه الدواء له فعاليه، وبالتالي اذا ما دام له فعاليه وتاكدنا من موضوع السايد افكتس يعني ما له هالسايد افكتس، فبنستعمل الدراج من دون ما نحتاج نرجع ندور على ثيوريتيكال باك جراوند تعيته. فتريتنج if a drug was found to be effective in treating a disease based on clinical trials only وباي اكسيدنت مثلا، ممكن احنا نستعمله anyway، لانه في الاخر حتى لو ما عرفنا الميكانيزم ولا ثيوريتيكال باك جراوند تعيته، احنا عارفين الكلينيكال افكت تاعه هو اهم بالنسبه لنا، فالكلينيكال ستاديز اقوى من ثيوريتيكال باك جراوند عندنا. ولانه السبب لهذا الاشي لانه صعب احنا نعرف الثيوريتيكال باك جراوند لكل اشي، مثلا زي الهايبرتنشن لهسه ما بنعرف الاكزاكت باثولوجي اوف هايبرتنشن، يعني بلاش نعرف شغلات اجداد هسه مع الوقت، بس لسه الاكزاكت باثولوجي اوف هايبرتنشن لسه مش واضح، عشان هيك ما بنغلب حالنا ونرجع للثيوريتيكال باك جراوند، بنستعمله على طول. هون برضو بنرجع لموضوع كومبنساتوري افكت لما حكينا عن انه بنستعمل هيا وين كانت، بنستعمل الفا 1 هنا كومبنساتور ميكانيزم الفا 1 بلوكرز بيتا 1 بلوكرز عشان نحل موضوع البرايمري هايبرتنشن. احنا فكرنا انه البيتا 1 عشان الريفلكس تاكي كارديا، والالفا 1 عشان يعمل ايش؟ فازو دايليشن الفا 1 بلوكرز، بس فعليا احنا فقط كانت عن يعني ال فعليا الباثولوجيكال بروسيس اوف هايبرتنشن
ما كنا عارفينها صح، فكانت الثيوريتيكال باك جراوند تعيدنا للكومبنساتوري افكت اللي كنا نستعمل فيها الفا 1 وبيتا 1 بلوكرز ما كانت صحيحه. مع ذلك كان مفعول الدواء يعني هو المفعول اللي بدنا اياه، لانه حديثا يعني اكتشفوا انه الهايبرتنشن مبني على فاسكولار ريموديلينج بغير في شكل البلد فيسلز بحيث انه يضيقها او يوسعها، فهو فعليا بطل له دخل في موضوع ريفلكس تاكي كارديا زي ما كنا مفكرين، وصار هذا بطل كومبنساتوري افكت، صار سينرجستيك او اديتيف افكت، يعني مفعول متراكم، انه طلعت بس انه احنا بنستعمل الفا 1 وبيتا 1 بلوكرز بس عشان انه لما نستعمل واحد فيهم ما بكون كافي لحاله كافكت كمفعول، لازم يكون مفعولهم الاثنين مع بعض بكون اقوى، وبالتالي صار عندك اديتيف افكت وبعالج مشكله الهايبرتنشن. فهنا to conclude this example انه theoretical false assumption ممكن او ممكن يكون عندنا theoretical false assumption، بس مع ذلك كان عندنا although it was a wrong assumption however because clinical studies show that the combination of drugs is more effective than using a single drug we kept using this combinational approach. حتى لو ال theoretical background او study تعيته كانت ضعيفة، مع ذلك لسه ضلينا نستعمله لانه احنا شايفين ال clinical study تعيته قدامنا، شايفين مفعوله انه هو بساعد. فهيك بنكون خلصنا المحاضرة أخيرا. عارف تأخرت عليكم بس حسيت المحاضرة يعني فيها مصطلحات لازم يعني هي محاضرة كانت كثير متشتتة من ناحية مواضيع وهذا، وأنا حاولت كل مرة بس نرجع لموضوع عاود أربطه في اللي قبلي وهكذا، فيعني أعتذر على الإطالة والله يوفقكم يا ربي ويعطيكم العافية.